إثارة المزارعة وإثارة البيئة بمستجدات وبمعطيات غير الدخول المدرسي. أمر السيد الرئيس بوجوب استعراض استشارة اليوم. أرحب بكم وأشكركم لسماع تنفيذ المخرجات مجلس الوزراء المنعقد يوم 21 من شهر أوت 2022 للاستشارة وكذلك للاستئناس برأيهم بخصوص كيفية تنظيم الدراسة في الموسم في هذا الموسم الدراسي. تعلمون أننا على مدار 3 سنوات كنا في تنظيم استثنائي للتمرس، الآن وقد يعني هناك تحسن كبير في الوضع الصحي في الجزائر وفي العالم. كذلك هناك تعليمات السيد رئيس الجمهورية سيد المجد تبون بوجوب الإصغاء المتأني إلى كل ما سيتفضل به الشركاء. كنا التقينا قبل أمس مع أولياء التلاميذ، نلتقي اليوم مع نقابة معتمدة للقطاع، ولدينا في هذه الظاهرة اجتماع تحت سلطة السيد وزير القوم، يحضره وزير القطاع وزير التربية، يحضره وزير الصحة، التي يتم بموجبها الإصغاء إلى كل يعني المداولات وكل الآراء. الآراء العلمية في اللجنة العلمية، آراء الشركاء، رأي القطاع، وسيتقرر إن شاء الله النمط الذي سنتخذه لتنظيم الدراسة، سيتم إعلان عليه إن شاء الله.